الجيران الذين كانوا يرونه قبلا انه كان اعمى قالوا اليس هذا هو الذي كان يجلس ويسعطي ده بيكلموا نفسه رد عليهم ناس تانيه وقالوا هذا هو ناس ثالثه قالوا لا ده يشبههم بيشككوا اول حاجه في العميان على الحق انهم يشككوا اما هو فقال اني انا هو الرجل المولود اعمى نفسه قال انا هو انا المولود اعمى في سفر ميخا يقول اسمعوا يا رؤساء يعقوب وقضاة بيت إسرائيل أليس لكم أن تعرفوا الحق؟ مش مفروض تعرفوا الحق مش مفروض أنك تشوف الحق مش مفروض أنك تنطق بالحق أدي الفرسيين أدي الجيران نمرة اثنين أو يعني في النقطة ده هي المسيح عمل المعجزة يوم سبت طبعا المسيح كان قدامه يعملها اي أيوه يوم بس قصد يعملها يوم السبت علشان يعيد تصحيح المفهوم ان السبت للانسان ام الانسان للسبت مين عشان مين؟ طبعا واضح ان الانسان مش عشان السبت ده السبت جعد لاجل الانسان اسمع كده وكان سبت حين صنع يسوع الطين وفتح عينيه في سفر ميخا ستة ستة صح ستة عدد ستة بما أتقدم إلى الرب وأنحني لإله العلي هل أتقدم بمحرقات بعجول أبناء سنة أتقدم بإيه هو أتقدم بمحرقات وأنا فاهم عندي استنارة جوايا ويوضحها أكتر إن السبت هو من أجل الإنسان السبت يوم من الأيام بس اتعمل عشان يخدم الانسان مش الانسان يخدم السبت السبت شيء الانسان انسان الله خليقه الله ف هو بيتكلم ان واحد يقدم مجرد انه يقدم العجول او المحرقات يبقى يتقبل بمعنى ايه الذين يصنعون الطقوس بصوره جوفاء بصوره جوفاء فقط الطقس ده عشان يساعدني في العباده عشان اقدم عباده حيه عشان اعيش المفاهيم ده هي لكن آه هو ميخا هنا بيتكلم يعني من يتبع الطقوس اللي هو تقدمة المحرقات دون انحناء وسجود في قلبه هنا ب يتكلم فيها ويقول آه أنحني الإله يعني بيمثل وهل أتقدم بمحرقات بعجول وخلاص هي الحكاية كده مش كده ده الحكاية من القلب فإحنا قلنا الأول الجيران اتناقشوا بعض نمرة اتنين الفريسيين الفريسيين بقى اللي متعلمين كانوا زم زمان يسموا الفريسيين دول المفرزين وكانوا يمثلوا بلغتنا المعاصره الناس اللي واخده بي اتش دي درجه الدكتوراه يعني ناس متعمقين في العلم بس للاسف للاسف متعمقين في العلم ولكن يعيشون الرياء كامله اسمع كده ويايا فقال قوم من الفريسيين هذا الانسان ليس من الله دع المسيح لانه لا يحفظ السبت خد بالك سابوا المعجزه وسابوا شفاء المولود اعمى وشافوا إن إنسان أبصر شافوا هذا الإعجاز الكبير حطوه على جنب، لا ده مش حطوه على جنب ده ركنوه خالص ومسكوا في السبت المعجزة تمت يوم سبت. أخرون قالوا كيف يقدر إنسان خاطئ شك كيف يقدر إنسان خاطئ أن يعمل مثل هذه الآيات وكان بينهم انشقاق الشك وصلهم للتحزب دول بيقولوا دول بيعيدوا دول زي ما بنسمع وزي ما بنشوف في اي موضوع يتوهوا الحقيقه مع ان الحقيقه واضحه جدا انسان اعمى ربنا شفاه ابصر خلصت لكن الشك يدخلك في دوامه والتحزب في دوامات اسمع كده ميخا يقول لنا في اصحاح ثلاثه عدد اثنين المبغضين الخير والمحبين الشر النازعين جلودهم عنهم ولحمهم عن عظامهم آية صعبة شوي أقراها تاني المبغضين الخير حبوش الخير بدل ما يقولوا راجل مبروك الحمد لله على السلامة وكويس إنك أبصرت ودي معجزة سابوا كل ده والمحبين الشر النازعين جلودهم عنهم ونزع الجلود هنا تعبير مجازي او استعاري عن ان الانسان اللي بيمسك وينهش في سير الاخرين كانه بينزع الجلد زي ما انت تمسك سيره انسان وتقعد تشوهها باي صوره من الصور كانك بتنزع الجلد و يكون الانسان اللي بتشوه سيرته ده او سمعته بتكون النتيجه انك بتتحدث وتتكلم عن خطاياه الكثيره وتكشفه وتشوهه نزع الجلد وده تعبير صعب للغايه يعني أنه يعني نزع الستر كان الجلد ده هو الذي يستر علينا يستر على الانسان فبياخد التعبير ده وده تعبير قاسي للغايه ادي الفريسيين الفرسين اللي عقلهم وقلبهم ونظرتهم ضيقه ان يوم السبت ما نعملش حاجه. بس. في حين ان الحاجه اللي تمت كانت معجزه وطبعا واضح لحضراتكم ان زمان لا كان في طب ولا طب عيون ولا في اطراف ولا في اطباء ولا ولا الحاجات ديت كلها فكانت معجزه مبهره ان الشخص يرى. تعالى خدنا الجيران خدنا الفرسين تعالى بقى للوالدين الاب والام. والاب والام دول يعني عيني عليه لانهم هيبقوا خايفين. فلم يصدق اليهود عنه انه كان اعمى فابصر حتى دعوا ابوي الذي أبصره. وابتدوا يسالوه هو ده ابنكم؟ ايوه هو اتولد اعمى؟ ايوه هو ابصر؟ بس. طب ابصر ازاي؟ خافوا يدخلوا في فخ. ويقعوا في الإجابة فقالوا هو كامل السن اسألوه مهرموا الكورة في ملعب الابن ده اعتبروا ابن كبير سفر ميخا يقول لنا في ميخا أربعة عدد 12 هم لا يعرفون أفكار الرب ولا يفهمون قصده هم لا يعرفون أفكار الرب ولا يفهمون أفكار الرب أن الشخص ده يبصر يستنير ولا يفهمون قصده ما يفهموش قصده قصده ان انسان مولود اعمى كان محروم انه ينظر الى الحياه ويعيش حياته الطبيعيه لكن برغم ده كله برضه الموضوع بقى في شك سابوا الموضوع الرئيسي وعاشوا في القضيه الضيقه جدا قضيه السبت